إحساس صعب لما الأب والأم يدفنوا ابنهم بإيديهم، ألم مش ممكن يخف طول العمر، مهما عدى الوقت بيفضل نفس الوجع كأنه لسه حاصل حالاً، وهو ده الإحساس اللي عاشه نجوم كتير اتعرضوا لنفس الموقف وتوفى أولادهم وهم صغيرين وعاشوا الصدمة، وكان آخرهم حسن يوسف اللي دفن ابنه عبدالله وهو في حالة انهيار. شمس البارودي وحسن يوسف بيمروا بأسوأ أيام حياتهم بعد ما فقدوا ابنهم الصغير آخر العنقود واللي توفى غرقان وإن شاء الله يكون شهيد، لكن موتة بشعة وده اللي وجع قلب أبوه وأمه عليه، ودخلوا بحالة انهيار وهستيريا من كتر الصدمة. عبدالله ابن حسن يوسف كان رايح يصيف ويقضي يومين مع أصحابه في الساحل، وقرر إنه ينزل البحر بالليل، لكن ما كانش يتخيل إن دي هتبقى نهايته وهيفضل يحارب الموج علشان يطلع من البحر، لكن البحر غدار وغدر بيه وغرق ومقدرش يقاوم واختفى لمدة ساعة تحت المية لحد ما أصحابه طلعوه، لكن كان خلاص فارق الحياة. وبعد ما اتنقل مستشفى العالمين الدكاترة ما قدروش ينقذوه، وتم التحفظ على جثمانه لغاية التشريح، وجري كل أسرة حسن يوسف على العالمين الفجر علشان يشوفوا ابنهم واللي حصل له، وتاني يوم دفنوه وأخدوا عزاء على المقابر. جورج وصوف كمان عانى من نفس الصدمة ودفن ابن وديع بإيديه، وكان مذهول ومش مصدق وفضل يبكي في جنازته وعزاء بشكل هستيري، والناس ما كانتش عارفة تسكته. طبعا إحساس مؤلم إن الأب يسمع خبر وفاة ابنه. وديع ابن جورج وصوف توفى بسبب عملية تكميم المعدة اللي بعد ما عملها حصل له مضاعفات ونزيف داخلي أنهى حياته بعد كام يوم بس في المستشفى. جورج ما كانش متخيل إن ابنه مش هيرجع، وكانت مجرد عملية تكميم بيعملها ناس كتير عشان يخسوا وده بشكل سهل وسريع، لكن للأسف عمره كان خلص لحد هنا وتوفى بعد العملية بأيام قليلة. وعاش جورج وصوف صدمة عمره لما ابنه وسنده واللي ماسك له كل شغله الفني يضيع منه بالشكل ده، وفضل حابس نفسه فترة طويلة بعد وفاته وإنه مش قادر يتعود على الحياة من غيره. كمان أسقس نجم مسرح مصر حصل معاه نفس الموضوع، لكن للأسف كان ابنه عمره 3 شهور بس وملحقش يفرح بيه ولا يكبر قدام عينه. ابنه توفى بشكل طبيعي نتيجة إنه وقع على الأرض وفقد الوعي، لكن وقتها قالوا إنه وقع من البلكونة، وبعدها أعلن أسقس إن ابنه الصغير توفى، وكان مصدوم ومش مصدق إنه لسه مولود من 3 شهور، وكان متعلق بيه جدا وفرحان جدا بابنه التاني، لكن نصيبه إنه يتوفى وهو طفل رضيع ربنا يعوضه. هاني شاكر عاش نفس مرارة ووجع فقدان الابن، وده بعد ما بنته توفت بعد صراع مع الكانسر، ورغم محاولات العلاج والسفر بره مصر إلا إن القدر كان أقوى من أي حاجة، وتوفت بنت هاني شاكر سنة 2011. وبعدها هاني عاش فترة طويلة جدا في حالة صدمة وكمان اكتئاب وانعزال عن الناس، وساب شغله وفنه وفضل قاعد في بيته حزين على بنته اللي دفنها بإيده. كمان دينا بنت هاني شاكر كانت متجوزة وعندها توأم، وبعد ما توفت هاني خد ولادها وتولى تربيتهم علشان يعوضوه عن بنته اللي راحت وسابت له حتة منها. كمان الفنانة الجميلة جمانة مراد فقدت بنتها وهي طفلة، والحقيقة البنت كانت آية في الجمال، وصورتها لنشرتها لما أعلنت وفاتها خطفت قلب ناس كتير من كتر جمالها. جمانة كانت متماسكة لحد كبير وكتبت اللي في قلبها على انستجرام مع صورة بنتها ديانا، وقالت الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإن لله وإن إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله اليوم بنتنا ديانا ربيع، إن شاء الله تكوني شفاعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي. فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنت بمكان أحسن بكتير، يا رب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمتك يا رب، والحمد لله على كل حال، وانت طير من طيور الجنة يا أمي. في النهاية ربنا يرحمهم كلهم ويصبر أهليهم وكل اللي جرب وجع وعاش حاجة زي كده.